إذا عندي في المحاولات في إشي اسمه the dot convention. خلينا بس نراجع شغلة سريعة بالsources واللود. خلينا أفترض إن أنا عندي لود. خلينا أفترض إنه DC voltage source. هذا DC voltage source. لو هذا DC voltage source جيت ركبت عليه أنا هون مقاوم. الكرنت بأي اتجاه لازم يمشي؟ إذا الكرنت المفروض يمشي بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. إذا عندي سورس التقليد عادة أو المتبع إنه يكون بالنسبة لهذا السورس اتجاه الكرنت بروح من السالب للموجب وبهذا الاتجاه مظبوط. إذا بيطلع الكرنت من البوزيتيف تيرمينال. ونفس الشيء لو أنا عندي لود لاحظوا طلع على هذا اللود. اللود وين الفولتج صار بوزيتيف. إذا الكونفنشن في اللود إنه الكرنت يدخل من وين؟ بدخل من البوزيتيف تيرمينال وبيطلع من النيجاتيف تيرمينال. هذا اصطلاح عادة متبع. خذ مثال عليه كمان شبيه. في مثال ثاني لو أنا عندي هون مضخة بتضخ على مكان مرتفع وهذه هون بامب. البامب عم بتضيف طاقة للسيستم ولا بتسحب طاقة من السيستم؟ بتضيف. إذا هي بتشبه الفولتج. إذا السائل أو المي اللي بضخها من هون ايش عمال بصير فيها؟ بتدخل من الضغط المنخفض ولا العالي؟ وايش بصير فيها لما تطلع؟ تطلع من الضغط العالي. اذا عندي كانه بشكل عام السورسز او اللودز عمالها بتضيف طاقه لهذا الفلو اللي عماله بصير فيها. والاستهلاك هون لو هذه نزلت هلا هون واستهلكتها مثلا حركت فيها شيء مثلا طحنت اشياء او هيك شو عماله بدخل عندي؟ بدخل عندي هذا على ضغط عالي وبطلع من هون على ضغط منخفض وبعطيني عمل معين. إذا هذا الاصطلاح مهم. الاصطلاح إنه السورس الكرنت بيطلع من البوزيتيف تيرمينال واللود الكرنت بيدخل من البوزيتيف تيرمينال. خلينا نطلع على الترانسفورم عشان نشوف الدوت كونفنشن هاي كيف تنطبق عندنا بالحالة هاي. عندي الكرنت هون هذا جزء من المحول البرايمري كأنه ايش صار؟ هذا كأنه لود ولا سورس؟ هذا البرايمري سورس لا لود. هذا كأنه لود رح يجي شيء مش رح يجي من شيء ثاني من محطة التوليد. إذا هذا بيشبه لود وهذا ايش بيشبه؟ هذا بيشبه سورس لانه انا اللود هون مشيت فيه سورس. اذا هون ما دام هذا صار سورس الكرنت في السورس وين لازم يطلع؟ من وين؟ من البوزيتيف دوت من هون. اذا الكرنت الاصطلاح بالكرنت انه بيطلع من الدوت والاصطلاح هون انه الكرنت لانه هذا لود بدخل من الدوت. فكاني عمالي بقول لما يكون هذا الفولتج هون بوزيتيف الكرنت بيدخل من جهه الدوت والفولتج هذا لما يكون بوزيتيف الكرنت بيطلع من جهه الدوت. اذا هذا الدوت كونفنشن مهم لانه الدوت كونفنشن ايش بيفرجيني؟ بقول انه لما الفولتج يكون بوزيتيف على هذه الدوت الفولتج كمان هون بيكون بوزيتيف على هذه الدوت. ولما الكرنت يكون هون داخل في الدوت في البرايمري بيكون الكرنت طالع من الدوت في جهه السكندري. هذا اسمه الدوت كونفنشن ومهم حتى اعرف البولاريتي تبعت الفولتج والكرنت في المحول.